نسابق بالخطاوي الطير نشارك بالأمان الغير نسابق بالخطاوي الطير نشارك بالأمان الغير من الإنسان للإنسان رسمناها سفار الخير فتحنا بالسعادة دروب نداري بالعطايا خطوب جمعنا بالمحبة قلوب ومن إحساسنا التأثير في الحلقة السابقة كان فريق لوسيل في زيارة لمركز قطر الخيرية في ألبانيا وبالتحديد في العاصمة تيرانا، وفريق الأدعم كان في زيارة لأتمير. أتمير شخص معاق دعمته قطر الخيرية من خلال المركز. خلونا نكمل القصة. احنا جينا حق أخونا يتمير الحين في بيته، وتشرفنا ان احنا نجلس معاه في هذا البيت الجميل، معاه جده وجدته وابوه ووالدته. تشرفنا ان عندهم ابن مثل هذا الابن البطل البار ايضا حتى في والديه. شفناه وتعرفنا عليه وشفنا حالته في المسجد، ولكن مثل ما قالوا الشباب احنا حبينا ان احنا نجي معاه البيت وندردش معاه اكثر ونسمع علومه ونسمع سوالفه ونعرف نبي نعرف عن يتمير حالته اليوميه، ايش يسوي، وين يروح، ماذا يعمل، نبي حياته اليوميه. انا استيقظ كل يوم في الساعة 5 فجرا، أصلي الفجر في المسجد ثم أجلس في المسجد قليلا وبعد ذلك أتي إلى البيت. وش يشتغل في البيت؟ هل هو له توجه؟ يحب شيء دائم يسويه؟ هل هو موظف أم يدرس؟ أنا الآن حالتي أحسن بكثير لأنني كنت معاقا تماما ولا أستطيع الحركة، أجريت عملية في أرجلي، والآن حالتي أحسن بفضل الله، وأنا أشكر كثيرا الناس الطيبين الذين وقفوا معي من خلال جمعية قطر الخيرية، فأنا أخذت دورة في الفوتوشوب وبرامج التصميم. يصمم يعني؟ يصمم فوتوشوب. كيف يصمم؟ كيف يصمم يعني؟ كيف يستخدم يده؟ كيف بالكمبيوتر؟ نعم. يعني عندك كمبيوتر هنا في البيت؟ لدي الآن كمبيوتر. يتمير، الكمبيوتر اللي عندك الآن هل هو بالمستوى العالي المطلوب للتصاميم والشعارات، ولا هو كيف المواصفات اللي فيه؟ مواصفاته جدا بسيطة، مع ذلك لم أترك نفسي حتى لو بذلت وقتا كبيرا في التصميم، فأنا أواصل وأصبر. الطابعة اللي عندك الآن شنو نوعها؟ ما عنده هو يعني. ما عنده طابعة. طلب يوسف الكواري من أم تمير تجيب بعض التصاميم علشان يطلعون عليها. وبعد ما شاف الشباب التصاميم البسيطة اللي يعملها تمير، خطرت على بال يوسف الكواري فكرة واقترحها على سلطان الحارثي. الجهاز دام نحن نعرف الأجهزة والأمور هذه، راح نشوف الجهاز، نشوف البرنتر، نشوف الأشياء طابعة إيش رأيك؟ البرنت لابتوب جديد من المواصفات الجديدة اللي موجودة في السوق. مالك بس من اللي بيها؟ في عندهم سوق هنا كويس؟ في سوق هني، نتكلم مع الشباب اللي برا مع جمعية قطر الخيرية، كلمهم بالتليفون بيجون هني برا، ونروح قريب ونجي. شوي. استأذن الشباب من اتمير وذهبوا إلى محل يبيع أجهزة الكمبيوتر ليشتروا لاتمير طابعة ولابتوب علشان يقدر يستخدمها في عمله. نحتاج إلى لابتوب مواصفات عالية يكون للفوتوشوب.
أخذوا جولة في المحل، استقروا على لابتوب جيد وبمواصفات عالية، وبعدين قرروا يشوفون أكثر من موديل للطابعة. وفي هذه الأثناء كان الدكتور عايش القحطاني اشترى الدراجة الكهربائية لأتمير. وطلال الكواري وسعيد عوجان راحوا يتابعون بعض شغل أتمير على جهازه لين يوصلون الشباب. أما فريق لوسيل ما زال في مركز قطر الخيرية يتابع النشاطات بشكل تام. جمعية قطر الخيرية في كل أسبوع تعرض فيلم تعليمي واجتماعي للطلاب. صادف اليوم اللي زاروا فيه مقر الجمعية فيلم قصير عن احترام الوالدين والبر بهم، فتابعوه الشباب معهم. تحرص جمعية قطر على استقطاب الكفاءات القوية والكبيرة في تعليم الأيتام ومنتسبي الجمعية من الطلاب. هذا البروفيسور مسعود من أهم مدرسي مادة الرياضيات في ألبانيا، وهو الآن يعطي حصة تقوية لمستوى متقدم من الطلاب. اليوم طبعا تشرفنا بالجلوس معك، عندنا بعض الأسئلة أنا وزملائي بنسألك فيها. بالطبع، وبالمناسبة أنا أشكركم على كل الأعمال التي تقومون بها أنتم وقطر الخيرية. وسمعنا عنك أنك بروفيسور في مادة الرياضيات، وحبينا نسمع نبذة عن الطلاب اللي تدرسهم وكيف التحق بالمركز قطر الخيرية. أنا أريد أن أخرج عن موضوع السؤال قليلاً، وأريد أن أقول إن جمعية قطر الخيرية هي من نعم الله على الأرض هنا في ألبانيا، وكل الشعب الألباني يتمنى أن يزور دولة قطر، حتى الطلاب هنا في المعهد. والآن سأجاوب على سؤالكم. أنا مدرس رياضيات منذ 50 عاماً في الجامعات والأكاديميات الألبانية. كيف تشوف استفادة اليتامى اللي أنت تدرسهم؟ شرف لي أن أكون في هذه الجمعية، جمعية قطر الخيرية، لكي نساعد الأيتام في كل النواحي، وأنا فرح جداً لأن الأيتام يحصلون على المعلومات في أكثر من مجال هنا في الجمعية. جمعية قطر تعتبر بيت الأيتام في ألبانيا. أريد أن أقول لكم شيئاً بصراحة، المبلغ الذي أتقاضاه خارج جمعية قطر الخيرية ضخم جداً. أنا هنا لا أتقاضى أي مبلغ فقط كي يتعلم هؤلاء الأطفال، والأستاذ شوقي قال لي سنقدم لك هدية، ولكن أنا أريد أن أقدم لكم هدية، وهي عبارة عن 10 كتب رياضيات كي تأخذوها إلى قطر. شكرا جزيلا لك بروفيسور. أولا شرف لنا أن احنا يعني نلتقي معك ونقعد معك هذه القعدة. سمعنا عنك أن أنت يعني قبل لا تنطلب في مكان تنحجز يعني قبلها بشهرين ولا 3 شهور علشان تقدر تتوافر في المكان المعين مثلا. طبعا أنا فرح جدا لما شفت بروفيسور واحد يعني مثلك
يدرس، وندل هذا على شيء دل على اهتمام المركز نفسه لجلب يعني ناس متخصصين في المادة نفسها. وحبيناك أكثر وأكثر لما سمعنا عنك أنك ما تأخذ مقابل من الأيتام، وحتى مثل ما تفضلت أنت تأخذ أضعاف المبالغ اللي تأخذها هني. إحنا نشكرك جزيلا باسمي وباسم إخواني فريقي. نحن مدرسي الرياضيات لسنا مثلكم، لا نعرف التحدث بكلام جميل. أنا أشكرك على هذا الكلام الجميل، وأشكر مجيئكم وخدمتكم للعلم وطلاب العلم في ألبانيا. إحنا اللي نشكرك أستاذ. إحنا خلفنا في بلداننا من يسأل عن الأيتام في هذه البلاد، حابين منك رسالة، توجه رسالة للمسلمين في بلادنا أو المتابعين في قطر وخارج قطر. حقيقة أريد أن أقول لكل العالم ما تحتاجه ألبانيا وما يحتاجه أطفال ألبانيا وأيتام ألبانيا كثير جدا، ستروه إن شاء الله في زيارتكم لهذه البلدان. أنا أعرف أنكم في اليوم الأول، ولكن أمامكم أيام كثيرة لتروا فيها الشعب الألباني وماذا يحتاج. نطلب من كل الناس مساعدتنا بشكل كبير ومساعدة الجيل الجديد في التعلم بشكل صحيح إن شاء الله بإذن الله. على ما أعتقد يعني إحنا شاهدنا البروفيسور الموجود في المركز، وعلى ما أعتقد هناك في نماذج ثانية من نماذج البروفيسور في المركز، بس هذا يعني النموذج واحد حبينا أن يشوفونا المتبرعين والقائمين على التبرعات في قطر وغير قطر. احنا نشكره بعد باسماء الايتام كلهم وباسماء كل المسلمين، نقول له شكرا جزيلا وكثر الله خيرك وكثر الله من امثالك. اي والله. وصل الدكتور عايش ويوسف وسلطان في نفس الوقت، دخلوا البيت باللابتوب والطابعة ليفاجئوا أتمير، والدراجة الكهربائية طبعا تنتظر أتمير في أسفل البيت. هذا الكمبيوتر أفضل كمبيوتر وأعلى مواصفات للتصاميم في السوق حاليا، وجبنا لك يا تمير هذه الطابعة عشان ما تروح، 3 في 1 طابعة وسكانر ماسح ضوئي وفاكس كله ملون، كل شيء موجود جوا هنا، يعني ما يحتاج إن شاء الله يروح الحين يطبع هناك. وهذه شنطة عشان تحط فيها الكمبيوتر وتحط فيها أغراضك هنا. شيخ عايش عندك كلام ثاني، شيخ عايش عنده هدية لك. عندنا لهدية يروح فيها المسجد والسوق ويزور أصدقائه ويتحرك فيها حتى في البيت إن شاء الله، يستاهل للمحافظ على صلاة الجماعة. يعني المفاجآت ما خلصت. نعم. خذ المفاجأة الحين. وبعد ما أعطوا الشباب الهدايا لأتمير جاء دور الدكتور عايش. هي فرحة الهدية اللي أكرمنا الله إن إحنا نقدمها، لما اختارنا من كل العالم إن إحنا نطلع من الدوحة ومن بلادنا من قطر ونركب من طيارة إلى طيارة من مكان لمكان ومن سيارة إلى سيارة إن إحنا نجي ونوصل أخونا يتمير
ونقدم له هذه الهدية. الشيء اللي أنا يعني يمكن حركني من داخل إنه واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة وبهذه الصعوبة إنه يأخذ نفسه محافظ على الصلوات الخمس يطلع من بيته ويأخذ السيارة اللي هي موجودة عنده ويدخل المسجد ويصلي وغيره من الناس اللي هو نايم. حركني أنا قبل الناس، حركني شيء أنا داخلي. كل إنسان يخطي وما في إنسان معصوم من الأخطاء، ولكن هذا درس وعبرة للناس اللي ما توصل المسجد، ودائما الناس حتى اللي يتعجز وإنه يروح المسجد ويصلي صلوات في المسجد ويصلي دائما الصلوات في بيته. الشيء اللي بعد أيضا أثر علي اللي هو نزل دمعتي إن يتمير يمكن هو كشاب في 30 من العمر، والدته والدة وجده وجدته عائلة كاملة ما شافت مكة يتمنون أنهم يشوفون مكة. هذه اللي يعني هي اللي أثرت علي بصراحة. الحلو اليوم إن شفنا حالة يتمير وهالحالات اللي إحنا ندور عليها، والفكر اللي مسويته جمعية قطر الخيرية اللي هو المساعدة ما تكون مؤقتة وتروح، لا مستدامة. فلما قعدنا معه وسولفنا معه طلع لنا الشاب يتمير عنده طموح إنه يشتغل وإنه يكد على نفسه. فلما جابوا له الشباب اللابتوب وجابوا له الماكينة الطابعة قلنا خلينا نشوف شغله اللي يسويه على الجهاز عنده. فشفنا الشاب يسوي يعني شغلات حلوة على الجهاز، حتى لما طلع فكرة إنه يسوي اسم الأدعم يعني ما خذت منه ثواني معدودة، وقال يعني لو تقعدون زيادة يمكن أرتب لكم إياها وحط عليها شغلات كثيرة. فما كان يعني هو نفسه متوقع إنه يمكن يجيب لها هدية بهالمستوى هذا. فإن شاء الله مع الأيام الجاية تكون هالهدية إن شاء الله مردودها طيب عليه، وتكون أمان مادي له إن شاء الله، ويكون ما يحتاج لأحد بإذن الله تعالى. وفوق هذا كله الأهم من هذا كله إن شاء الله اللي شفناه في اللقطة لموضوع أبوه وأمه وجده وجدته وهو كذلك، إنه يكملون جميلهم إخواننا إذا الله أراد ويحققوا أمنيتهم في الحج بإذن الله تعالى. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان المعاق أحوج بالاهتمام والرعاية من الأصحاء وأولى، ومن هنا أرسل عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار يسجل أسماء المعاقين ويكرمهم ويصرف لهم راتبا من بيت المال. جاء الوليد بن عبد الملك ففتح لهم مستشفى وجعل لكل مقعد خادما ولكل أعمى قائدا. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أشد إخلاصا في الدعاء وخشوعا في الصلاة فيقبل منهم، فنحرص أن نسألهم الدعاء لنا وأن نكون معهم يدا بيد حتى ندمجهم في هذا المجتمع. هنا أدخلنا السرور والفرحة على أخينا الذي كما ترون هو مشلول معاق، ولكن يذهب إلى المسجد ويصلي والكثيرون من الأصحاء نائمون. فأكرمه الله سبحانه وتعالى بأن جئنا له بهذه الهدية، أن اختارنا الله وأكرمنا أن نكون عونا لأخينا فقدمنا له هذه الهدية البسيطة. هذه رسالة لمن يريد أن يفعل الخير مع ذوي الإعاقة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم القبول إن شاء الله. انتهت قصة أتمير، شاب وقفت معه جمعية قطر الخيرية وأصبح من الأشخاص المعتمدين على أنفسهم في حياتهم. هناك الكثير كأتمير ينتظرون من يقف إلى جانبهم، فلا تنسوهم.
فريق لوسيل ما زال في مركز قطر الخيرية، وفي آخر حصة تعليمية للأطفال الصغار راجح الحارثي ومحمد سعيدان في حوار جميل مع أستاذة المادة. الآن إيش النوع النشاط اللي تقدمونه في الحصة هذه؟ هل هو نشاط فني بس ولا وش نوع النشاط اللي يقدمونه؟ صحيح، نعمل في هذا الدرس على طريقتين. الطريقة الأولى هي اللعب وقضاء وقت جميل من الناحية الفنية مع الأطفال. أما الناحية الأخرى نريد أن يقوم الطالب على ربط الواقع بما يتعلمه من المدرسة والبيت من خلال الرسومات التي نقوم بالطلب منهم أن يرسموها. طيب متى يعني هل يجون يوميا أو لهم وقت معين يحضرون فيه ولا متى يكون حضوره؟ نعم، حقيقة المجموعات يأتون مرة في الأسبوع، وهي العطلة الأسبوعية لدينا هنا. نقوم بإعطائهم الدروس والمهارات كي تساعدهم على تقوير دراستهم وعلاقتهم مع أهلهم. هذه الحصص مكثفة جدا من ناحية التربية الإسلامية. كم العمر اللي يبدأ به التعليم؟ حالياً الأعمار في هذه الحصة هم 5 سنوات، ولكن المركز فيه حصص لجميع الأعمار، حتى طلاب الجامعات يلتحقون في هذه الحصص في مركز قطر الخيرية. هل النشاطات هذه لها تأثير عليهم؟ يستفيدون منها؟ وش الفائدة اللي يحصلونها في حياتهم يعني؟ حقيقة الاستفادة هنا في أكثر من مجال. أغلب الطلاب لدينا من المدارس الحكومية، ونحن نقوم بتدريسهم ومساعدتهم للحصول على درجات جيدة، وحين يخرجون من هذا المكان يكونوا قد تعلموا أشياء تقوي صلتهم بالله من الناحية الدينية والناحية الأخلاقية والاجتماعية. الحمد لله، هم فرحين بما تقدمه لهم جمعية قطر الخيرية. انتهى يوم فريق لدعم وفريق لوسيل، يوم حافل بالنشاط والإنجاز. غدا يوم شاق. إلى اللقاء. نسابق بالخطاوي الطير نشارك بالأمان الغير، نسابق بالخطاوي الطير نشارك بالأمان الغير، من الإنسان للإنسان رسمناها سفر الخير، فتحنا بالسعادة دروب نداري بالعطايا خطوب، بالسعادة دروب نداري بالعطايا خطوب، جمعنا بالمحبة قلوب ومن إحساسنا التأثير.